بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ايها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد فقد توقفنا في الحلقه السابقه عند السؤال عن حكم اباحه تعدد الزوجات وهل هو اباحه مطلقه او مقيده وقلنا انها اباحه مقيده واستدللنا على ذلك وعلى نحو مبدئي بالآية الكريمة ذاتها التي يستدل بها عادة على إباحة الزواج بمثنى وثلاثة ورباع دون قيد ولا شرط واليوم نواصل النظر في معنى الآية الكريمة بحثا عن أهم الدروس التي يمكن استنباطها منها وهل الجو الذي نزلت فيه الآية جو التشجيع على التعدد او هو جو امر اخر غير ذلك واول ما يجب التنبيه اليه هو ان الجزء المتعلق بقضيه التعدد في هذه الايه وهو فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثه ورباع ليس ايه مستقله يمكن للمسلم ان يفهم منها اباحه التعدد دون قيد او شرط كما فهمت الغالبية العظمى ممن يقدمون على هذا النوع من الزواج ويريدون هذه الآية مورد الحجة التي تحسم النزاع وكأنها توفر لهم كل المبررات الشرعية والخلقية للزواج بأخرى أو أخريات نعم قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع ليس آية مستقلة تفيد الأمر أو النهي ابتداءً مثل الآيات الأخرى الدالة على الأمر بالشيء استقلالا ودون ارتباط بأمر آخر كقوله تعالى مثلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إلى آخر العشرات من الآيات التي تعد من قبيل النص القاطع في الدلالة على الأمر أو النهي أو الإباحة. فهل قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء من هذا القبيل ان قليلا من التامل يدلنا على انها ليست من الايات التي قصد منها اباحه التعدد اولا وبالذات والدليل على ذلك اولا ان هذه الايه تسبقها مباشره ايه تحذر اولياء اليتامى من اكل اموالهم سواء كانوا يتامى او يتيمات وتبين ان اكل اموالهم هو نوع من استبدال الخبيث بالطيب وان ضم مال اليتيم الى مال اوليائه لياكلوا منه ظلم كبير واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا ثم تاتي بعدها مباشره ايه التعدد لتنضم إلى آية اليتامى واليتيمات ولتدرج في السياق ذاته، سياق تحصين أموال اليتامى والتحذير من ظلمهم، وإن كانت هذه المرة تتعلق بظلم خاص من جنس مظالم اليتيم وأكل أمواله بالباطل، وهو ظلم الأوصياء على اليتيمات اللاتي يتولون أمورهن وشؤون أموالهن. ومن هؤلاء الأوصياء من كان يدفعه جمال اليتيمة فيتزوجها لياكل أموالها دون أن يدفع لها مهرها بحجة أنه وليها. ومعنى ذلك أن هذه الآية تبدأ بالنهي عن ظلم اليتيمات، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، أي إن خفتم ألا تعدلوا في زواج اليتيمات، ثم تستكمل الايه مسيرتها لتصل الى النهي عن تعدد الزوجات اذا لم يكن الزوج متيقنا من تطبيق شرط العدل التام بينهن. وان رخصه التعدد ذاتها هي عدول عن الاصل للفرار من ظلم اليتيم. ويتضح لنا مما سبق. اولا السياق العام للايتين معا هو سياق حمايه الضعيف. والتحذير من ظلمه والاعتداء عليه، سواء جاء الظلم في صورة أكل أموال اليتامى أو في صورة ظلم الزوجة في حالة التعدد. ثانياً: آية التعدد يبدأ صدرها بقضية شرطية ذات طرفين. الطرف الأول الخوف من عدم العدل في زواج اليتيمات، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. والطرف الثاني الزواج من غيرهن ولو بالتعدد كحل يتفادى به ولي اليتيمة ما ينتظره من عذاب أليم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع ثم يأتي بعد ذلك عجز الآية لينتهي أيضا بقضية شرطية ذات طرفين الأول الخوف من عدم العدل والتسوية بين الزوجات مطلقا الثاني حرمة التعدد ان خاف الزوج عدم العدل والتسويه ان تزوج بثانيه والمعنى العام للايتين ان خفتم الوقوع في الظلم وعدم العدل بزواج اليتيمات فيحرم عليكم الزواج منهن ولكم في غيرهن متسع ومندوحه زوجه او اثنتين او ثلاثه او اربعه فان خفتم الوقوع في الظلم وفي عدم العدل بينهن فلا يحل لكم والحاله هذه الا زوجه واحده وقد نقل قدماء المفسرين في تفسير هذه الايه قول ابن عباس وابن جبير المعنى وان خفتم الا تقصدوا في اليتامى فكذلك خافوا في النساء لانهم في الجاهليه كانوا يتحرجون في اليتامى ولا يتحرجون في النساء ثالثا التعبير بالخوف من عدم العدل في اليتيمات والتسويه بين الزوجتين يدل على ان الظلم في امر التعدد ليس باقل جرما من الظلم في امر اليتيمات وان مجرد الخوف من الظلم يكفي في حرمه هذا الزواج وليس بلازم ان يصل الزوج الى درجه اليقين في التقيد بالعدل والقدره على منع الظلم بل يكفي مجرد التخوف من حدوث ذلك ليصبح التعدد او التزوج بثانيه من الظلم الذي هو اكبر الكبائر. وصحيح ان كتب التفسير تنقل اختلاف العلماء في تفسير قوله تعالى خفتم هل هو بمعنى ايقنتم او بمعنى ظننتم الا ان الغالب من العلماء يحملها على المعنى الثاني الذي هو مجرد الظن. حيث يقولون بعد تفسير خفتم اي ظننتم وان هذا التفسير هو الصحيح عندهم ويكفي ان ابن عطيه يفسر الخوف في الايه بالظن ويقول وهذا اي الظن هذا هو الذي اختاره الحذاق وانه على باب الظن لا على اليقين وليس المقصود بالعدل في الايه الكريمه التسويه بين الزوجتين في النفقه والكسوه والمسكن فحسب بل في البشاشه وحسن العشره واللطف في القول وكل ما يدخل تحت قدرته دون ميل القلب كما اشرنا الى ذلك من قبل وقد نقل القرطبي عن الضحاك انه قال في تفسير هذه الايه فان خفتم الا تعدلوا اي في الميل والمحبه والعشره والقسم بين الزوجات فواحده فمنع الله من الزياده التي تؤدي الى ترك العدل في القسم وحسن العشره وذلك دليل على وجوب ذلك شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته